لما في موبش ندور بلاصه. اذا شد لي الميكرو شد لي يلا استاذ راه لايف حنا. اذا مرحبا بكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. حنا تتوجه الان في متحف الماء مع رئيس الجمعيه. كانت قله ديال المياه ما كانش الامطار كثيره يعني ولينا في ضائقه ديال المشكل ديال توفير الماء الصالح للشرب واللي جمع الله جمع الله شو قلت لك. إذا نعتذر المتتبعين من خلال هذا المباشر. دائما تنأكد بأننا اليوم حنا تنتواجدوا في متحف الماء مع الأستاذ طروزي سيدي أحمد الأغضف اللي هو رئيس جمعية جمعية خيرية يعني جمعية اللي تجمع التبرعات يعني لجميع المغاربة بصفة عامة والقرى والمداشر والمدارس بصفة عامة بشائر الخير جمعية بشائر الخير واللي تجمع التبرعات من أجل اقتناء هذا الجهاز لتحلية الماء بصفة عامة. فنخليو سيدي أحمد هو اللي قربنا يعني من دور هذه الجمعية هذه. سيدي أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تروزي مدير عدة شوارك في المملكة لهولدينغ تروزي ورئيس جمعية بشائر الخير للأعمال الاجتماعية. اضطرينا باش نحضروا في واحد الفورم اللي ديرته السيدة كارولين شوابس احد من اعيان سويس سويسرلاند. درت هذا الفورم الاول من اكبر الفورومات اللي كاينين في المغرب. حضرناه في مراكش بدعوه منها وجبنا باش نقربوا لهم هذا المنتوج اللي جبناه من كتشوفوا راكم جاي من فرنسا. كنشتغلوا عبارة عن آلات لتصفية المياه العكرة ترجع لحدود صحيح الشرب، لأن كتعرفوا بأن الحاجة الروح على الريك مساكن ما يجبروا الماء ويجبروا المسخ خاصهم، وهي عبارة عن جهاز بورتاتيف صغير تفقدوه معاك فهمتني، تخدم الطاقة الشمسية تكمل منه تطويه مولي ويعطيك لمدة 3 أشهر، وفتنا قسمنا دابا على ما يقرب على 300 أسرة وبزان الحمد لله راك الناس ثقت فينا والحمد لله وعندناش نعدوا في عمل خير ان شاء الله. الله يجبروا خيرنا وخير المسلمين ان شاء الله. نعم يعني شنو السبب اللي دفع انكم تاسسوا هذه الجمعيه ديال بشائر الخير؟ هذه اسست الجمعيه هذه عدلناها تقريبا كاسي اكثر من 6 سنوات ونين مشينا كنت انا التقيت بمدينه الداخله عدت لي بروجي ديالي في مدينه الداخله مشيت للبوادي وجبرت الناس كيشربوا ماء عكير وحنا في 2022 2023 نزلت الناس كتمرض بالكوليرا وتمرض بكذا فهمت وشفت اضطريت عني نبحث في هذا الموضوع جبرت هذه الالات لتصفيه الماء الابيار وتصفيه يعود صالح الشرب والحمد لله ما خيبنا مولانا بهذا اللي عدلنا فيه. يعني علاش تم اختيار بالضبط هذه الآلة هذه؟ هذه الآلة خالقين كاينين دابا اللي تخدم الطاقة الشمسية لأنها آلة خفيفة الوزن وخفيفة فهمت وتقد محمولة فهمت تقد تمشي أي بركة مائية تمشي تصفي منها الماء وتشربه. يعني واش هي تطرد هذا الماء عذب ولا؟ تردوا من الماء عكر ماء عذب باش تخليه صحيح الشرب. تتحيد فيه يعني تتركب من في الفلتر كتشوفوا فهمتني كدير فيها صنبور مولي ديالها بس ديالها كامله. نعم يعني الصدى ديال الجمعيه ديال بشائر الخير خرجت يعني وليتوا تتلقوا حتى الدعم الدولي في هذا الاطار هذا. عرفوا بان قله المياه خصوصا في الاقاليم الصحراويه يعني تندوا حنا من طنطر حنا هابطين يعني قله المياه والناس اغلبيه الناس باقي الرحال يعني تعتمد على كاين مش نعم.
كاين شويه كيقول المياه من 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 الابيار، وفهمت المياه من الابيار ما هي صافيه، ما هي فهمت ما هي صالح للشرب، واضطرينا باش نجيب ذوك لي ماشين نجيبوهم لهم، فهمت، ونعطوه لاي عائله واي حد مختص نعطوها له. تلاقينا مع الحمد لله مع دعم من 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 برا واصدقاء ديالنا، فدنا صوت دوك الناس، فدناه الى المنابر الثانيه الاعلاميه، منابر برا. شنو الاهداف ديال الجمعيه؟ اهدافها هي تعرف الحمد لله السلامه وسلامه الانسان، ويوجد يعود من حقه، فهمت، يشرب ماء عذب ذا الوقت، لان احنا ماتنا في ذاك الوقت اللي جات الامراض وكثرت الامراض وكثرت كذا. هذا هو. شكرا. يعني بالنسبه لي يقدم يعني انه مساعده للجمعيه، هي عندها كونت بونكير ديالها، فهمت، وعندها دي سيت ديالها في الانترنت، وعندها مسائل ديالها في. شكرا. نعم، يعني شكرا لك سيدي. طب نقدم لنا شي شويه شروحات. يعني سيدي طالوزي اللي هو رئيس جمعيه بشائر الخير بالداخله، واللي من خلاله يعني هذه هي الاله اللي تيتم توزيعها على المدارس ولا القرى ولا الرحل بصفه عامه. كتخدم بطاقه شمسيه، كدير دي توبوس هناتي من عند الماء عكر، يوم قال لك هناتي ماء عذب. هذا ما كاينش هذه هناتي مدفونه حقيبه على الحقيبه. شكرا لك. كما تتبع معنا متابعينا، احنا كنا مع رئيس جمعيه بشائر الخير مدينه الداخله، واللي تقريبا ما يقرب على 300 اسره او 300 اللي استفدت من هذه المبادره ديال هذه الجمعيه هذه الان، اللي مازال تتوسع النشاط ديالها باش انه جميع الرحال، جميع المدارس والقرى، الدواشر ديال القرى، انهم يستفدوا من هذه المبادره ديال الجمعيه. وهذه خطوه جميله، لان تنعرفوا بان الماء ولا من الاساسيات والضروريات على المستوى الوطني، خصوصا مع قله وندره المياه مؤخرا. فنتمنى انه بحال هذه المبادرات تكثر اكثر فاكثر، وان تعم هذه المبادرات باش انه يستفد منها الجميع على المستوى الوطني. ما نقدرش نشكركم، شكرا لكم على حسن المتابعه، الى مباشر ان شاء الله اخر على الاقل نشوفكم.